معنى آية لا أبرح حتى أبلغ؟ آية لا أبرح حتى أبلغ ذكرت في سورة الكهف، وهي سورة مكية، ورقم الآية 60. وقد ذكر مفسرون تفسيرات مختلفة لهذه الآية في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع غلامه. في هذا الفيديو سوف نذكر تفسير الآية في التفسير الميسر والمختصر، تابعوا معنا. تفسير الآية للإمام السعدي. يخبر الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم، أنه قال لفتاه أو غلامه الذي يصاحبه في حضره وسفره ويسمى يوشع بن نون: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طال الطريق ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهذا المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله الصالحين عنده من العلم ما ليس عندك. أو أمضي حقبا، أي مسافات طويلة. والمعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقولة، وهذا عزم جازم منه. أما تفسير الآية في التفسير الميسر: حين قال موسى لخادمه يوشع بن نون: سوف أستمر وأتابع السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين، أو أسير زمنا طويلا حتى أصل إلى العبد الصالح وأتعلم منه العلم الذي ليس عندي. الفتى أو الغلام المذكور هنا هو يوشع بن نون. مجمع البحرين معناها ملتقى البحرين، وعندما نقول أمضي حقبا أي ظهرا وزمنا طويلا.